شنا شباب محمديه كانت واحد القطعه في التيران كانت مزيانه واحد القطعه بحال في شنو اللعابه واش التيران شنو اثر على اللاعبين المحمديه اليوم؟ ما كنظنش داروا المقابله اللي خصها اللي خصها دار سورتو في لا دوزيام ميتون كانوا في ما يمكن لي الا نهنيهم على المقابله اللي قاموا بها. لعبنا لاكوب مع فريق اللي متمرس اللي هو سي ليكيب اون فورم ديال الساعه في الملعب ديالو وقدام هاد الجماهير تبارك الله اللي كتجي كتكون وراه، فهاد الجمهور دفعهم انهم باش ينتصروا. كيف ما كان الحال كنهني اللاعبين ديالي وكنظن ان كنعرف بالله ما هذه شهر وسيمانه ما لعبناش، والفريق الوداد لعب 4 مقابلات، لعب مع الزمالك سيت ان او نيفو، لعب مع داك سانغرا ديال انغولا، بيترو اتليتيكو بلس الفريق اتفاق 4 الماتشات وحنا باركين. لا كومبيتيسيون ما كتكونش كومبيتيتيف، عرفتي 4 مقابلات وحنا الا كون كان شويه تكافؤ الفرص غادي يكون اللعابه عندهم ماتشات في رجليهم غادي يكونوا احسن. مي كيف ما كان الحال رغم هذا العائق كله ورغم اننا لو تيراج جابنا عند فريق الوداد متابعين من بعد الشامبيون الان التيراج جابنا اسمه، فك ما يمكن ليا الا نهني اللاعبين، ما يمكن لنا نلوم روسنا لان درنا دي كادو باش تسجلوا عندنا بهذا الاهداف، مي اللاعبين عامه قاموا بالدور اللي خصهم يقوموا. شكرا. ما كنظنش لان الا غتاثر على غتاثر على على الفرق اللي في المغرب كلهم، حيت لاكوب دي ترون كيلعبوها الفرق ديال المغرب كله، يلا وحده اللي كديها، دونك هذوك الاخرين 50 ولا 60 اللي لعبوا كلهم تاثر عليهم، فما كنظنش ان على المقابله اللي قاموا بها انا تاثر عليهم. جينا بطموح باش نديروا نتيجه هنا، للاسف ما تحتاجنا الانتصار، مي كيف ما كان الحال